خطا فرضيه ولكن ان شاء الله غادي نتغلبوا عليه قادم الاسابيع ان شاء الله. الشوط الثاني الى شفتوا الفيزيونومي ديال المقابله يعني السيطره ديال المغرب التقني درنا بعض التغييرات اللي عطاونا شويه ديال الانرجي منها تسجيل هدف للتعادل، كنا نضيفوا اهداف اخرى صدمنا دفاع قوي فريق الرجاء الرياضي اللي كان حتى هو كان ممكن على انه يسجل في اللحظه الاخيره. اعتقد على ان المقابله اليوم كانت بالنسبه لنا احنا كانت مزيانه، اللاعبين عطاو داكشي اللي عندهم. المقابله اللي غتخلينا نشتغلوا بواحد الشكل ايجابي ونبازيو عليها، لانه باش تلعب مع الرجاء وهذا المستوى هذا سان ريفيرونس. كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به، كنشكر الجمهور على التشجيع اللي يشجع فريق تاع 9 دقائق. المقابله بفريق الرجاء الرياضي، لانه هذيك 10 دقائق الاولى ولا ربع ساعه تنتكلم معاهم خصهم يكونوا مركزين، لانه لا فات ولا الرجاء كتغلط غادي تخسر غادي تأدي. تكلمنا معاهم وقلنا لهم على ان الفيديو ديال المقابله فيه تريز اتونسيون، انهم لاعبين ديال الرجاء الا عطيتيهم الكادو غادي يفوزوا به، فعلا داكشي اللي وقع. ثاني حاجه الاستمراريه ديال المقابله، الاستمراريه الشوط الثاني ديال الفتح صحيح، لان في الشوط الثاني في المقابله ديال الفتح الرياضي كانوا لاعبين في مستوى كبير، والاستمراريه جات كتعرف على ان الاستمراريه كتجي بالاشتغال داكشي بلا كومينيكاسيون. صحيح على اننا ما كنشتغلوش الان يعني كنديرو غير لا ريكوبيراسيون ما كنشتغلوش، ولكن كاين دي فيديو كنهضروا مع اللاعبين كنعطيهم الحوايج اللي كنسهلوا عليهم كومسا باش يكونوا في المستوى المطلوب. العقم الهجومي كتعرف لان دابا كيف تنقول لك حنا ما كنشتغلوش، يعني باش تشتغل العقم الهجومي خصك الوقت، خصك الوقت وخص كبير. صحيح لاننا كنوصلوا وما كنسجلوش، ولكن هادشي اللي غادي يكون عندنا خصوصا عندنا دابا 3 سيمين يعني انترفال ممكن على اننا في الاسبوع انا نشتغلوا عليها واحد الكيفيه مزيانه وان شاء الله نوصلوا للشمال. الاداء ديال اللاعبين اليوم كان متميز، لا اللاعبين اللي لعبوا ولا اللاعبين اللي دخلوا، باش المقابله ديال فتح اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في الشوط الاول ما كانوش في ذاك المستوى اللي بغينا، لكن في الشوط الثاني قدموا الاضافه والتغييرات اللي داروا عطاو اضافه كبيره. حتى اليوم اللاعبين تقريبا 11 لاعب اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير، وكذلك اللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني عطاو واحد الاضافه للفريق، وهذه استراتيجيه اللي كنحاول ما امكن اننا نبازيو عليها. صحيح على ان الفيكتيف كنحاولوا نلقاو واحد التوليفه في الفريق وكذلك في كره الاحتياط باش ان شاء الله بحول الله نزيدوا المستوى ديال المغرب التطواري للامام ان شاء الله.